السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hi guys, welcome back to my channel. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hi guys, welcome back to my channel. اليوم سأقدم لكم نوعا آخر من الحلويات التي قمت بتحضيرها استعدادا لعيد الفطر المبارك، وهي حلويات السابلي المعروفة جدا. سأقوم بتحضير هذه الحلويات بكمية وفيرة واقتصادية. شاهدوا خطوات تحضير الوصفة. لأن الكمية التي سنقوم بتحضيرها كبيرة بعض الشيء، قمت بتحضير وعاء واسع، وضعت فيه القليل من الملح، ثم أضفت الزبدة والسكر بودرة، وبدأت بالتحريك بيدي حتى تتجانس المكونات معاً. بعد ذلك قمت بإضافة البيض للزبدة والسكر، ووصلت التحريك حتى يصبح لدينا خليط كريمي القوام. بالإضافة إلى الزبدة استخدمت أيضا الزيت النباتي. في هذه الوصفة قمت باستعمال زيت الذرة. بعد أن تأكدنا من أن الخليط أصبح كريمي القوام، أضفت إليه الزيت النباتي ووصلت التحريك حتى تتجانس المكونات معا. ولمساعدتنا على خلط المكونات مع بعضها البعض، يمكننا استخدام المضرب الشبكي. نواصل التحريك بهذا المضرب حتى نتأكد من تجانس كل المكونات معا جيدا. ولنتخلص من رائحة البيض، يمكننا إضافة القليل من العطور. بالنسبة لي في هذه الوصفة أضفت القليل من ماء العطرشية، لكن يمكنكم إضافة أي نوع من المياه العطرية مثل ماء العطرشية، ماء الزهر، ماء الورد، كلها تفي بالغرض. ولا ننسى طبعا إضافة كيس من السكر فانيليا أو الفانيليا السائلة إن توفرت لديكم. أضفت أكياس خميرة الحلويات أو البيكنج باودر للخليط. أخيراً لنكمل تحضير العجين، سنبدأ بإضافة الطحين تدريجياً والعجن باليدين حتى نحصل على عجينة متماسكة ولينة. لا يجب أن تكون هذه العجينة صلبة جداً، لأنه سيصعب التعامل معها عند تحضير هذه الوصفة. يجب التأكد من أن العجينة ليست صلبة جداً أو جافة، فعجينة السابلي تتميز بكونها لينة الملمس. فصلابة العجينة وجفافها يعني تشقق حبات السابلي عند إدخالها للفرن، ونحن لا نرغب في ذلك بالطبع، بل نود أن تكون الوصفة ناجحة وأن السابلي الذي سنحصل عليه جميل المظهر. نضع العجينة في كيس بلاستيكي لنحفظها من الهواء حتى لا تجف. نحضر سطح العمل، نرش عليه القليل من الطحين، ونأخذ جزءا من هذه العجينة ونبدأ بالعمل. نترك باقي العجينة في الكيس البلاستيكي. نفرد العجينة على سطح العمل بالشوبك أو القلقال حتى نحصل على السمك المطلوب. قمت بتحضير قوالب مختلفة للسابلي. نقطع هذه العجينة بهذه القوالب. سنحصل على نصف مثقوب، والنصف الآخر لا يحتوي على ثقوب.
ننقل السابلي لصينيات الخبز ونسخن الفرن على حرارة 170 درجة مئوية. ندخل الصينية الأولى للفرن ونتركها فيه لمدة تتراوح بين 10 و 12 دقيقة. لا يحتاج السابلي لوقت طويل للخبز، يكفي أن يصبح الجزء السفلي لحبات السابلي ذهبي اللون. عندما يصبح الجزء السفلي من حبات السابلي بلون ذهبي خفيف، نخرج الصينية من الفرن. حاولوا أن لا يتغير لون الجزء العلوي من حبات السابلي، يجب أن يبقى محافظاً على لونه الأبيض. نضع السابلي جانباً حتى يبرد ونواصل العمل بنفس الطريقة مع الكمية المتبقية من العجينة. بعد أن انتهيت من العمل وبرد السابلي تماماً، قمت بتحضير وعاءين يحتويان على القليل من مربى المشمش ومربى الخوخ، لكن يمكنكم استخدام أي نوع آخر متوفر لديكم من المربى كمربى الفراولة مثلا. استخدمت ملعقة صغيرة وقمت بملء الجزء الذي لا يحتوي على ثقوب بالقليل من المربى. بالنسبة لي اخترت أن يكون نصف كمية السابلي بمربى المشمش والنصف الآخر بمربى الخوخ. أخذت الحبة التي لا تحتوي على ثقوب، وضعت فيها القليل من المربى، ثم وضعت فوقها حبة أخرى من البسكويت تحتوي على ثقب، وضغطت جيداً حتى تلتصقان مع بعضهما البعض، وواصلت بنفس الطريقة مع كل كمية السابلي التي قمت بتحضيرها. كما تلاحظون، العملية سهلة جداً. يكفي أن تكون العجينة ناجحة ونحصل بذلك على بسكويت لذيذ جداً. وتلاحظون أن النتيجة مشابهة تماماً للوصفة التي تحتوي على الزبدة فقط، مع فرق كبير وهو الحصول على كمية أوفر. إن أحببتم هذه الوصفة وأعجبتكم، أرجو منكم ألا تنسوا دعم القناة بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالفيديو. أتمنى لكم جميعاً صوماً مقبولاً وذنباً مغفوراً. أرجو أن تجربوا هذه الوصفة،
فالبسكويت الذي ستحصلون عليه لذيذ جدا وهش. انتظرونا إن شاء الله في وصفات أخرى قادمة. تصبحون على خير.